الحمد لله ملي بدات الحكومه يعني التوقيت حتى ل 11 الليل الحمد لله يعني تزاد الرواج اللي كان عندنا من قبل، وخصوصا اننا حنايا هنايا في واحد الحي اداري تنخدموا غير مع المستخدمين، يعني تنخدموا اكثر اغلبيه الوقت تنخدموا مع الوقت ديال الغداء. احنا مع المصلحه العامه ديال الشعب المغربي، يعني الحكومه الا فرضت هذا القرار الا ولكن واحد الدور، غير ان المشكل اللي كان هو ان ما كان هذا القرار بدون اخبار مسبق، يعني كان واحد التسرع في هذا القرار اللي اغلبيه ديال الناس اللي ما تقبلوش. اكثريه دابا مع الناس يعني ملي تيجيو تنطلبوا منهم جواز السفر تيقولوا لنا الصفه، يعني اكثريه دابا اللي غيوقفك ويقول لك غتكون عنده واحد الصفه ديال يعني غيكون من السلطات، وما تيقولوا لنا اشنو الصفه اللي غتوقفونا وتقولوا لنا ما تدخلوش. ضروري ان الناس يقدموا لنا جواز التلقيح قبل ما يدخلوا المقهى ديالنا. وي اكثريه ديال الاكثريه اليوم البارح شويه الناس كانوا يلاه يعني كان الناس باقي ما عارفينش القرار، من اليوم اكثريه الناس اللي ما تقبلوش هذا القرار، واغلبيه الناس اللي يعني وقفناهم وما خليناهمش يدخلوا. طبيعه الحال غتنقص واحد شويه ديال المردوديه. اكثريه ان اكثريه الناس دابا يعني اغلبيه قلنا تلقحوا، ولكن بزاف ديال الزبناء ديالنا تيجيو تيكون باقي ما عندهمش جواز التلقيح، واكثريه ان كما قلنا بدون اخبار مسبق يعني ولا واحد الاكتضاض على المراكز التلقيح، يعني وقع لينا مشكل حتى في المستخدمين ديالنا، كاين اللي خايد الجرعه الاولى الوغ في الجرعه الثانيه ما قدرناش دابا نخليهم يكملوا معنا الخدمه، وقفنا اكثريه ديال المستخدمين اللي ولا عندنا واحد النقص في المستخدمين حتى هم. احنا تابعين لجمعيه ارباب المقاهي، ولكن كما قلت لك في الاول الحكومه يعني احنا في المصلحه العامه ديال الشعب المغربي، يعني القرار لا يعني لا جا من عند الحكومه يعني الا وفيه واحد المصلحه للشعب المغربي. اذا حنايا بصح ضروري تنفرضوا على الناس جواز التلقيح، ولكن كما قلت لك جمعيه ارباب المقاهي كان عندها الحق في واحد جوج نقاط، ان ما كايناش الصفه اللي حنا غنمنعوا الناس فيها ونفرضوا عليهم جواز التلقيح، وثاني حاجه كما قلت لك المستخدمين ديالنا هنايا يعني الناس تيعيلوا اسر ملي وقفناهم الوغ يعني كان عندهم واحد المشكل. هو ماشي الصالح ديالنا حاليا حيت يلاه بدنا تنسترجعوا المردودية ديالنا اللي كانت قبل من كوفيد، حتى نقول الحكومة كانت تعطي غير الناس واحد شوية ديال الوقت، حيت هذاك الاكتضاض اللي تنشوفوا دابا في المراكز الناس ماشي كلها غتقدر دابا دير تلقيح ديالها. الحمد لله درت الجرعة الأولى والجرعة الثانية وحصلت على جواز لو باس سانيتير. الحمد لله حنا واقفين دابا حدا الباب وتنستقبلوا الزبناء ديالنا اللي عندهم جواز تلقيح تيدلو به تنخليوهم يدخلوا، اللي ما عندوش نقول له اودي ما يمكنش نستقبلوكم. هادشي نداء ديال الحكومة اللي قالت لنا وتنتبعوا حنا المساطير ديالها، ونتمنوا ان شاء الله كلشي يتلقح وكلشي يعود في الجو ديالو اللي كان من قبل.